العراق وسوريا فهي من جهة أزمة بين مالكي وحزبه من وحكومة سوريا، ومن جهة أخرى ليس له صلة بالتفصيلات التي حصلت في الأسبوع الماضي. أصل الأزمة هي الآن العراق تمر في مرحلة تشكيل قوائم انتخابية لدخول المنافسات الانتخابية التي ستجري في بداية السنة المقبلة. لذا مالكي أمام اختيارين، أما البقاء داخل ائتلاف الشيعي القديم وأما اختيار قائمته الجديدة ودخول المنافسات لوحده. فاختار مالكي الطريقة الثانية، من هنا لجأ إلى القادة السوريين وطلب منهم إقناع القادة البعثيين المتواجدين داخل الأراضي السورية لدخول مع مالكي في المواجهات الانتخابية المقبلة، وبسبب إفشال المحاولات وعدم الوصول إلى نقاط مشتركة أدى إلى هذه الأزمة. ولولا وجود مالكي على رأس الحكومة العراقية لما كانت لهذه الأزمة أي أهمية سياسية تذكر. لن أناقش مسألة اللاجئين السياسيين العراقيين في سوريا، ولن أتحدث عن الأزمة الناشئة عن تواجد العراقيين في سوريا بكثرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الديمغرافية، بل سأنوه بما قاله الدكتور بشار الأسد، وهو أقل ما يقال في هذه المسألة. فقد راعى مشاعر العراقيين وخاصة المتواجدين في سوريا وهم كثر، وحصر المسألة مع الحكومة العراقية بموقفها اللا أخلاقي. وأي حكومة عراقية هذه التي لا تعلم ماذا يحدث داخل وزاراتها؟ ناهيك عن أرجاء العراق الشاسعة، فإن لم يجدوا الدليل فلا يتهم الجوار جزافا. لعمري هذه آخر المقامات البغدادية. الأخوة العراقيين، قبل أن تقذفوا الاتهامات هنا وهناك، كيف وصل هؤلاء المنفذون رغم القواعد الأمنية الشديدة وتم تصويرهم الشاحنة وبين ليلة وضحاها ظهر المنفذ؟ إذا كانت لديكم كل هذه التقنية لما لم تكشفوه قبل التنفيذ؟ اذهبوا إلى التجار بحكومتكم الذين لهم المصلحة لعدم استقرار الأوضاع لوجود مصالح مادية وسرقات علنية، وعلى كل عراقي خارج بلاده يعتبر متقاعس عن العمل لمساعدة بلده. أيها الشباب العراقي الغيور على تراب أرضه، لا تتأخروا عن العراق. بصراحة الإعلام تعاطى موضوع العلاقات العراقية السورية وكأنه يتجه نحو باب مسدود. قطعا لا، العلاقات السورية العراقية يجب أن تبقى قائمة، لأن ذلك من مصلحة البلدين. أما اتهام الحكومة العراقية بأن سوريا تأوي إرهابيين، قتلة، ملطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي، فهذا لم يأتي اعتباطا، وإنما أدلة أبرزتها الحكومة العراقية للحكومة السورية. على السوريين أن يتجاوبوا مع مطالب الحكومة العراقية، ليس خضوعا وانصياعا للحكومة العراقية، ولكن أخشى أن ينقلب السحر على الساحر عندما يجد هؤلاء القتلة والإرهابيين في سوريا أن الباب أصبح موصدا في المستقبل في الدخول إلى العراق، فإنهم لن يترددوا في زعزعة النظام السوري كما يحدث الآن في السعودية. وبالتالي ستواجه سوريا ربما مشكلة داخلية إضافة إلى المشاكل الخارجية التي تعانيها. الاتفاقية اللي موقعة بين العراق وسوريا العام 1983 تنص على أن الجانب السوري من حقه أن لا يسلم العناصر المطلوبين إلى الحكومة العراقية إذا كانت الأهداف والأغراض سياسية، لكن هنا الأمر مختلف تماماً. فالأشخاص المطلوبين نفذوا عمليات أدت إلى مقتل المئات من المدنيين الأبرياء العراقيين، وحديثي ليس كوني عراقي، لكن الحق يجب أن يقال. دمشق في هذه الحالة يجب أن تسلم المطلوبين للحكومة العراقية وفقا لقوانين المحكمة الدولية والشرطة الدولية الانتربول، ووفقا لمعاهدة روما عام 1998.